في لقاء خاص وحصري لشاشة قناة النادي الأهلي معي مع الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بنقول لك أهلا بك على شاشة قناة الأهلي وكل سنة طيب وعام سعيد وعام جديد للنادي الأهلي. كل سنة وانت طيب شريف، وكل سنة وقناة النادي الأهلي طيبة، وكل جماهير النادي الأهلي ومصر دايما بخير يا رب، ومرسي جدا على يعني اللقاء الطيب ده إن شاء الله على قناة الأهلي. النهاردة الاجتماعات بتتوالى يمكن من صباح باكر، انا عارف حضرتك وكذا عضو في مجلس الإدارة موجودين والاجتماعات والشغل المستمر ان شاء الله، يمكن تاريخ جديد بيضاف للنادي الأهلي، فرع تجمع الخامس، والنهاردة شفنا ورصدنا بكاميراتنا الناس وهي بتعمل المقابلة وبتدفع الفلوس في الاشتراكات، تاريخ جديد للنادي الأهلي. خلينا يعني نبدأ بأن الحقيقة بشكر كل أعضاء مجلس الإدارة الحقيقة اللي معانا شغالين حقيقة على مستوى متميز جدا للغاية الحقيقة، الأستاذ إبراهيم الكفراوي والأستاذ طارق أنديل والأستاذ محمد الجارحي والأستاذ محمد الضماطي، الحقيقة المجموعة كلها الخاصة بلجنة العضوية مع لجنة الاستثمار الخاصة بالأفرع النادي كلها الحقيقة عاملين شغل مميز. يمكن النهاردة البداية أن احنا نبدأ قبول أول 100 عضو في فرع التجمع، في عدد كبير جدا بدأ يملأ استمارات الانضمام للنادي الأهلي فرع التجمع. احنا حاطين بادجت السنة دي 5000 عضوية فقط هنتحرك عليهم، بالحقيقة الاستمارات فيها تدفق كبير لغاية دلوقتي احنا معديين ال 1500 استمارة، بدأنا ان احنا نحدد لهم مواعيد المفروض ان هم يبتدوا يتقابلوا. اول 100 عضوية النهاردة الحمد لله دخلت وسددت واتقابلت، طبعا بيبقى في مقابلات من قبل اللجنة النهاردة كان معانا في مقسمينها ما بيننا وما بين بعض، النهاردة كانت في لجنة برئاسة الأستاذ طارق أنديل وكانت في لجنة برئاسة الأستاذ محمد الضماطي استقبلوا قسمناهم، كل واحد كان مع 50 عضوية هو اللي بيقرر ويشوف معاهم إذا كان بالفعل اللي بيتقدم لي العضوية دي بالفعل هو ممكن يبقى موجود من خلال عائلة النادي الأهلي أو يبقى موجود معانا بمواصفات معينة، طبعا والكلام ده كله بيبقى محطوط حساباته. الحمد لله النهاردة برضو الناس الحقيقة يمكن عدد كبير من الناس النهاردة طلب أنه يسدد كاش، وده في حد ذاته كان شيء برضو مميز جدا الحقيقة، وإحنا برضو رصدناه بمعدلات عالية النهاردة. أعتقد إن شاء الله بإذن الله يبقى الفرع جاهز خلال الفترة مش بعيدة، إحنا بدأنا نشتغل، احنا طلعنا القرار الوزاري وبدأنا نقدم دلوقتي التراخيص بتاعتنا، بتاخد التراخيص حوالي تقريبا 3 شهور ثم نبدأ على طول فورا، اللي هينفذ ان شاء الله بإذن الله وزارة الدفاع اللي هينفذ الفرع بتاع التجمع بمشيئة الله، وبدأنا نشتغل على المرحلة الأولى بتاعته الحياة مرحلة كبيرة تكلفتها في حدود 350 مليون جنيه تقريبا، المفروض انه ما عندناش مشكلة خالص الحمد لله فيهم، وهنبدأ نشتغل عليها، هيبقى مبنى اجتماعي وعدد كبير من الملاعب على مستوى كل الفئات، بنك تجاري للخدمات، منطقة جروس أعضاء، طبعا البنية التحتية ودي نقطة مهمة جدا للفرع كله لازم بتجهز ودي موجودة في المرحلة الأولى، هنحاول نلحق بيها المرحلة الثانية على طول فورا، عندنا حمام سباحة وصالتين ثم المرحلة الثالثة بصالتين للكاراتيه والجمباز. المراحل دي متحددة والمفروض إن شاء الله نفتتح لو ربنا أكرمنا ومشينا بالخطة المظبوطة على 20 آخر أول 2021 إن شاء الله، يعني نهاية 2020 إن شاء الله بإذن الله نبقى عندنا شكل كامل بأكاديميات بكل حاجة في الفرع بتاع التجمع، الفرع على مساحة 52 فدان. طبعا عندنا ميزة النهاردة بنقولها ودي الحقيقة يمكن 5000 عضوية الأولانيين هم اللي هيستفيدوا بيها إذا 5000 عضوية انتهت قبل 1/2، احنا قبل 1/2 أي حد من حقه إنه لما يجي يحول من عضوية فرع التجمع إلى العضوية الأصلية يحتفظ بالقيمة بتاعة 350,000 اللي هي القيمة بتاعة العضوية الأم، احنا العضوية التجمع 200,000 العضوية الرئيسية بتاعتنا 350,000 ان شاء الله 1/2 العضوية بتاعتنا هتبقى في النادي الاهلي ب 500,000 نص مليون، اي حد هيلتحق بالنادي الاهلي خلال فترة الشهر ونص الجايين دول هو اللي هيتثبت له الرقم بتاع 350,000 بيتثبت له لمدة 4 سنين، ودي نقطة برضو مهمة جدا، يقدر يحدد خلال ال4 سنين لما ينضم يحتفظ بالرقم ده، دي نقطة مهمة، يعني ممكن يجي في السنة الرابعة يقول أنا عايز أدخل للعضوية الرئيسية بتاعت النادي الأهلي، وبالتالي برضو بيتعمل له قسط تاني على العضوية الرئيسية، ويعني عشان كده بقول إن الشهر ونص دول بالنسبة لهم مش عايز أقول الناس تلحق لأن إحنا العدد الحياة يعني في تدفق كبير، بس يعني دي الميزة للحياة اللي إحنا حطيناها للـ5000 عضوية الأولانيين اللي هيلتحقوا بينا إن شاء الله بإذن الله رب العالمين
السنه دي. اذا لقينا نوع من انواع الضغط من الممكن ان احنا يعني ناخد حاجه من السنه القادمه. احنا بنتارجت خلال الثلاث سنوات دول ان شاء الله حوالي 12,000 عضويه، دول اللي المفروض محطوطين في الخطه بتاعه النادي. الوزير قول لي فرع جديد، بنتكلم فرع جزيره مدينه ناصر الشيخ زايد التجمع الخامس، 4 فروع على اعلى مستوى، والنادي الاهلي كالعاده حلم الجماهير وحلم الاعضاء استاد النادي الاهلي. طيب هيبقى فين؟ قبل ما ادخل للاستاد النادي الاهلي، عشان في بعض الناس بتتابعنا على قناه النادي الاهلي من اعضاء النادي الاهلي ومن جماهيره، فلازم نقول برضو ان احنا المجلس اللي فات الحقيقه بدانا نتحرك على البنيه التحتيه الجديده اللي هتبقى في فرع النادي الاهلي الشيخ زايد. تمام؟ جديده، لان احنا المفروض ان احنا المجلس القديم الحقيقه كان بنى حوالي تقريبا 28 او 29 فدان، احنا المفروض بنترجت المره دي 25 فدان المفروض هنبدا فيهم خلال 15 20 يوم هنبدا نتحرك فيهم ان شاء الله باذن الله. يمكن ده كانت خطه محطوطه الحقيقه في العام القادم، بس كان محتاجه ان احنا نرتب شويه الملف المالي بتاعنا. الحمد لله الدنيا دلوقتي مستقره وبشكل طيب جدا، المفروض ان احنا نبدا فيها على طول ان شاء الله باذن الله، من ضمنها صالات وملاعب ومبنى اجتماعي برضو كبير رئيسي، لان المبنى الحقيقه اللي مفتوح ده كان مبنى خاص بالاكاديميات ولكن تم استبداله بقى مبنى اجتماعي. هيبقى في مبنى، في شهر عقاري، في بنك، في خدمات، في صاله كاراتيه، في مسجد، في صاله جمباز، في صاله سكواش، في يعني عدد من الحقيقه القصه دي الملاعب والمنشات. الحقيقه برضو نفس القصه عندنا في مدينه نصر عندنا ان شاء الله احنا المولى نفتتح البوابات الجديدة بتاعتنا. يمكن أول بوابة هتتعمل فرع مدينة نصر، احنا شغالين دلوقتي فيها، المفروض تتفتح على أول 2 بإذن الله بالشكل اللي احنا يعني راغبينه، اللي هو الشكل ما شاء الله المتميز جدا اللي هتبقى عليه ثوابت بوابات النادي الأهلي بعد كده إن شاء الله. عندنا كمان الفود كورت الجديد اللي بيتعمل بالأعداد بتاعته وكل ده إن شاء الله يتفتح نهاية 1 إن شاء الله. كمان عندنا المنطقة الترفيهية بالكامل اللي موجودة جنب المكتبة في مدينة نصر هتتفتح في نص 3 أو قبل آخر 3 في الوقت دوت قبل شام النسيم إن شاء الله معمول حساباتها، ثم نبدأ بعد كده المرحلة الجديدة بتاعتنا إن شاء الله. إحنا المولى إحنا دلوقتي قاعدين بنرتب الملف بتاع الجراج وبتاع الحاجات دي كلها اللي موجودة في مدينة نصر. فالملف الحمد لله أعتقد كبير وشغالين على مستوى كل الافرع بالكامل، بجانب هنا كمان عندنا فرع اهل الجزيره، عندنا صاله الكاراتيه ان شاء الله باذن الله نص 1 تفتتح هنا اهوت جنب الاسوار كلها الحقيقه اللي نجحنا ان احنا نعملها بالاعلانات والكلام ده كله. اعتقد كل الحاجات دي المفروض خلال سنه واحده بس في عهد مجلس اداره الحمد لله تبقى الامور ماشيه بشكل جيد جدا لكل الناس. يعني عام 2019 هو عام الانشاءات داخل النادي الاهلي وباذن الله يكون عامل بطولات كمان. والله بص، هو احنا عاملين بلان على 4 سنين، يمكن ده الجزء الاولاني بتاع السنه الاولى لانه كان مهم جدا بالنسبه لنا اعاده ترتيبه وانطلاقه، لان برضه عضويه فرع زايد برضه اللي هتزيد في 1-2 هتبقى ب 175,000 جنيه بدل 125، فبرضه نفس القصه انه اي حد النهارده بيلتحق بفرع زايد المفروض انه بيبقى ليه الحق انه يحول على العضويه الرئيسيه خلال 3 سنين مش 4 سنين، وبالتالي الملف نفسه كمان بتاع فرع زايد المفروض انه الفتره الجايه هيهتم. يمكن اخر مجلس اداره كان يوم الأربع اللي فات كنا بنتكلم على ان احنا اسندنا ملف مهم جدا لتخطيط حمام السباحة، بندرسه اللي في زايد لانه الحقيقة الحمام فعلا هناك الجو يمكن بارد شوية بشكل كبير عشان يمكن ارتفاع الارض عن السطح الارض الطبيعي، يمكن نسبة الهواء بتبقى عالية قوي، فاحنا بنفكر ازاي نعمل ده. ففي دراسة دلوقتي بتتعمل لمجلس الادارة ان شاء الله عن امكانية تخطيط حمام السباحة ده بشكل اعتقد مميز، اعتقد الاعضاء هتبقى مبسوطة جدا الفترة الجاية. حلم الجماهير وحلم الاعضاء استاد النادي الاهلي، امتى هيرى النور او امتى هنشوف الخطوات الفعاله لبدء انشاء الاستاد، وهيبقى فين؟ في خلاص في العاصمه الاداريه الجديده ولا لا؟ استاد النادي الاهلي طبعا خلينا نستوعب ان هو حلم مش حلم المجلس ده بس، ده حلم مجالس سابقه الحقيقه، يمكن بدا في عهد الكابتن صالح سليم الحقيقه ايقونه النادي الاهلي اللي كان بيحلم بيه انه النادي الاهلي يبقى ليه استاد خاص بيه. الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله بيترتب الملف، يمكن احنا كنا اعلنا ان كان في خلال فتره سابقه كان في بعض المستثمرين وبدانا ان احنا نتحرك على حاجات ايجابيه، وكان في مفاضلات ما بين الارض هنا والارض هنا اهو والكلام ده كله.
اعتقد خلال الايام اللي جايه دي او الاسابيع اللي جايه دي عشان يبقى الامور اكثر وضوحا، الامور هتبتدي انها تتحرك بشكل افضل الفتره الجايه. يمكن احنا كنا مشغولين شويه بترتيب الملف المالي بتاعنا في النادي الاهلي، لانه زي ما انا قلت قبل كده النادي الاهلي احنا استلمناه في 1/12 كان حجم السيوله النقديه فيه مش كبيره، كان تقريبا حوالي 55 او 60 مليون جنيه، ده الرقم اللي كان موجود الحقيقه. كان يمكن ميزانيه النادي الاهلي ما كانتش اتعرضت على الجمعية العمومية، يمكن آخر مرة يمكن أنا إحنا جينا لقينا في ميزانية ب30/6 لم تعرض على جمعية عمومية، في ميزانية 30/10 لم تعرض على جمعية عمومية، ولم تعرض في فترة الانتخابات اللي هو كانت الانتخابات 30/11. فطبعا كانت الأرقام الحقيقة اللي موجودة الأرقام الكبيرة دي لما جينا دخلنا في 1/12 ما لقيناش إن الأرقام دي موجودة بشكل واضح تمام داخل النادي الأهلي كسيولة نقدية. وده الحقيقة يمكن اللي بدأنا نتحرك عليه، إزاي إن إحنا ننمي مواردنا من خلال شغل كتير جدا نتعامل على مدار سنة كاملة. يمكن لو نرجع بالذاكرة كده، يمكن في حديث برضو لرئيس النادي كنا بنتكلم على جزئية إنه السيولة النقدية اللي هي بالأرقام دي كانت تعمل أزمة كبيرة جدا للنادي الأهلي بعد 3 شهور أو 4 شهور من جلوس مجلس الإدارة الحالي على كرسيه، وبالتالي كان ضروري جدا إن احنا نبتدي نتحرك على ملفات كتيرة جدا مالية في كل الاتجاهات. النهاردة الدنيا أفضل الحمد لله، بايع الرعاية بتاعتك بأرقام كبيرة بحوالي 510 مليون جنيه، كانت مباعة قبل كده بأرقام تانية خالص ما كملتش 50% من الأرقام دي. أنت رايح النهاردة بتبيع البث الفضائي بتاعك ب 400 مليون جنيه، أنت قبل كده كنت بايعه ب 170 مليون جنيه 4 سنين، فبرضه أنت رايح لأرقام تانية مضاعفة، كل مدى بتضاعف الأرقام بتاعتك. أنت كمان رايح لجزئية ونجحت فيها إن أنت ترخص الإعلانات الخاصة بأسوار النادي تطلع بشكل مميز جدا الفترة الجاية، ودي برضه هتجيب إيرادات المفروض إنها متميزة جدا. أنت نجحت إن أنت كمان تستبدل الأرض بتاعتك بتاع التجمع لأن كان عليها مشكلة الحقيقة، وإحنا لما استبدلناها لازم نشكر مجلس الإدارة لأن مجلس الإدارة الحقيقة اللي فات اختار المكان مميز جدا، يعني المكان اللي في الارض الحقيقه كان مميز جدا جدا جدا، انما الارض نفسها كانت فيها ملاحظات انها على عمق حوالي 45 متر ومحفوره، وبالتالي في مشكله كبيره جدا ان انت عشان تبني، اما انك هتبني النادي الاهلي وهيبقى تحت خالص على عمق 45 متر وده الحقيقه مشكله كبيره جدا، او ان انت هتضطر تردم الكلام ده كله وتعيد ترتيب ده، وده كان تكلفته اللي اتحطت حوالي 180 مليون جنيه. فكان لازم مجلس الاداره الحالي ان احنا نحاول نتحرك على استبدال الارض، ونجحنا فيها وحافظنا على المكان اللي موجود في المنطقة نفسها، زحزحنا الأرض بمساحة 50 فدان اللي احنا كنا واخدينهم وحافظنا على المكان المتميز، ولكن بمواصفات جديدة جدا يقدر النادي الأهلي ما يتكلفش 180 مليون جنيه الحقيقة اللي فات. وبدأنا نطلع يمكن برضو عشان الناس تقدر تبقى عارفة كويس قوي، احنا استلمنا جواب تخصيص من المجلس الإدارة السابق للأرض، ولم يكن هناك أي نوع من أنواع التعاقد ولا لم يكن هناك أي نوع من أنواع القرار الوزاري، والحاجات دي بتاخد إجراءات الحقيقة كبيرة جدا 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 عشان تطلع تمام. فنجحنا الحمد لله ان احنا في خلال الفترة اللي فاتت دي ان بعد ما رتبنا الورق ونقلنا الأرض ان احنا نطلع نعمل التعاقد، وده يمكن عملناه قبل الجمعية العمومية الغير عادية، ويمكن طلع للنور للناس واحنا بنمضي مع هيئة المجتمعات. ثم خلال 3 شهور، وده اعتقد انجاز كبير جدا الحقيقة ما حصلش، احنا قعدنا 3 سنين نطلع القرار الوزاري بتاع زيت، وكون ان احنا نطلع ده في 3 اشهر قرار الوزاري بتاع التجمع، اعتقد الحمد لله ده انجاز كبير جدا. انجاز في ايه؟ عشان الناس تبقى معانا برضو وتبقى فاهمة، هو انجاز ان انا بدفع قيمة الارض والاقساط بتاعة الارض وما ببقاش ببني عليه. فالانجاز ان انا النهارده لما طلعت القرار الوزاري انا هقدر ان انا اخد عضوات جديده وابقى ببني وابقى بسدد القسط بتاعي، واذا ربنا اكرمنا الفتره اللي جايه في تصور احنا عاملينه دراسه ماليه ان شاء الله احنا المولى، لان احنا نقدر نسدد الارض كلها كاش ونوفر 250 مليون جنيه فوائد، لان احنا جينا لقينا ان الارض تقريبا بفوائدها توصل حوالي 680 مليون جنيه، وبالتالي احنا دفعنا جزء يمكن احنا 4/12 دفعنا 100 مليون جنيه قسط الارض. عندنا فرصه الحمد لله ان احنا نكيش ثمن الارض خلال الفتره الجايه اذا ربنا وفر اكرمنا ونجحنا في الخطه اللي احنا عاملينها الماليه، وبالتالي نبقى وفرنا للنادي 250 مليون جنيه اللي هي برضو بالنسبة لنا هتفرق معانا واحنا بنبني المرحلة الأولى اللي هي تتكلف 350 مليون جنيه. الملفات دي ترتيبها بهذا الشكل مجهود وشغل ولجان ودراسة ومجلس إدارة، فبيشتغل على ملفات كتيرة. طبعا في ناس كتيرة ممكن تقول ان الكلام ده ما يهمش الجماهير، الجماهير بطبيعتها مهتمية بالكورة، انما لازم الناس تستوعب نقطة مهمة جدا، ان كون ان انا النهارده ابتدي ان انا اتحرك مع النادي الاهلي وافكر في حجم التدفقات النقديه على ميزانيه النادي الاهلي وتبقى بارقام كبيره، هو ده اللي بيخدم الكوره،
وهو ده اللي برضه بيتحرك على الكوره. كون ان انا النهارده بالظبط كده بعلي من قيمه النادي الاهلي وبعلي من قيمه كارنيه النادي الاهلي وبعلي من قيمه كذا، يعني احنا قاعدين بنبحث برضه ازاي الكارنيه بتاع النادي الاهلي النهارده يبقى له تصور جديد خلال الفتره الجايه، مش مجرد كارنيه دخول نادي. وبالتالي الملف نفسه بيتغير، مجرد انك تلتحق بالنادي الاهلي انت بتاخد كارنيه ده هيخدمك في حاجات كتيره جدا خارج النادي الاهلي قبل ما تكون داخل النادي الاهلي. وهو ده التطور اللي احنا بنتكلم فيه، وهو ده اللي احنا ما كنا نتكلم فيه برضو قبل كده لما كنا اتكلمنا ايام الانتخابات وقلنا احنا بنحاول نتحرك في شكل اداره محترفه وبنتحرك في حاجات كتيره جدا. يمكن القصه بتاعت الكوره عشان برضو ما نتجاهلهاش، اكيد الناس زعلانه ان احنا خسرنا بطوله افريقيا واكيد ان احنا خرجنا من البطوله العربيه، ولكن طبيعي وارد يحصل ازمه او يحصل لخبطه في اي حاجه او يحصل خساره، ده انما المهم اعاده ترتيب الملف باسرع وقت. ان انت توصل الى النهائي بتاع البطوله ده في حد ذاته شيء ايجابي، لانك كنت وصلت الى مرحله الحياه ما كانتش موفقه خالص ان انت كنت اخر المجموعه. كون ان انت تعيد ترتيب ملفك بسرعه وانك توصل للنهائي وانك تؤدي مباراه بتاعه الذهاب وتكسب 3-1 ثم ما توفقش في المباراه بتاعه العوده، وبالتالي ده يمكن اللي عمل عند الناس حاله من حالات الحزن العنيف جدا. وهو جمهور الاهلي بطبيعته بيحب يفرح، واكيد مجلس الاداره طبعا نفس القصه انه عايز يفرح وعايز يضيف ده، وخصوصا ان انت بقالك 4 سنوات بتخرج من افريقيا في عهد المجلس السابق، وبالتالي انت كان الناس كلها حاطه امل كبير جدا على المجلس ده ان هو يحصد بطوله افريقيا، ولكن التوفيق ده كان بتاع ربنا. احنا خسرنا المباراه النهائيه بس بنعدل دلوقتي الامور كلها بشكل طيب جدا، واعتقد الحمد لله الامور الفتره الجايه الدنيا هتتحسن واحده واحده كده، الدنيا هتبقى افضل ونرجع تاني نبني تيم النادي الاهلي الكبير اللي احنا متعودين ياخد 10 سنين او 8 سنين خلال الفتره الجايه. تعاقد مع مدير فني جديد ويمكن السيره الذاتيه ما شاء الله عليه كله اشاد بيها، راجل في المؤتمر الصحفي بان له شخصيه قويه يناسب النادي الاهلي، ومن الكواليس علمت ان في صفقات من العرض الثقيل تليق باسم النادي ان شاء الله. الفتره الجايه تبقى الامور ان شاء الله افضل ومترتبه. رئيس النادي الحقيقه واخد الملف كله بيتعامل معاه على كل نقاطه بدءا من قطاع الناشئين لحد الفريق الاول. في امور ان شاء الله خلال الفتره الجايه ترى النور ترضي جماهير النادي الاهلي. النهارده بقى كان في اجتماع يمكن الساعه 1 ظهرا لقانون الرياضه او مناقشه قانون الرياضه. هو القانون هيتعدل تاني ولا ايه؟ هو في تعديل دلوقتي في القانون، لان طبعا القانون بعد ما تجرب في بعض الملاحظات او العديد من الملاحظات الحقيقه الكثيره جدا اللي بتعوق عمل الانديه الرياضيه، وكمان بتعوق ان احنا نوصل الى فكر استثماري مميز على ارض مصر بشكل طيب. يعني من ضمنها مثلا باب الاستثمار محطوط انه مقفول، باب الاستثمار الرياضي، انت قافل الاستثمار على الرياضه فقط لا غير. يعني بمعنى ادق، اذا انا فكرت النهارده ان انا كمؤسسه كبيره انشئ مستشفى ما اقدرش، اذا فكرت ان انا انشئ شركه امن رياضي ما اقدرش، اذا فكرت ان انا انشئ مصنع لانتاج الملابس الرياضيه او البراند بتاع النادي الاهلي ما اقدرش. فبالتالي الملف نفسه لازم يخرج بره الاطار. اذا كنا احنا حتى على المستوى الشخصي كرجال اعمال او قطاع خاص حابب تستثمر في المجال الرياضي ما تقدرش، لانه هو مقفول على الانديه فقط وده او الهيئات فقط. وبالتالي اللي انت محتاج تحرر قانون الرياضه في الاستثمار انه يتاح للناس انها تبتدي تستثمر في الملف الرياضي، وخصوصا احنا عندنا حاجات كتيره جدا مطلوبه مصانع تبتدي تتحرك. يعني انت ما عندكش مثلا مصنع للدراجات الرياضيه، واخد بالك، رغم ان انت الدوله كلها بتتحرك دلوقتي على مسابقات وعلى ماراثونات وعلى الكلام ده كله. واعتقد ده لو جينا النهارده بصينا نلاقي الارقام والاسعار بتاعه الدراجات اسعار بقت عاليه جدا، وبالتالي انت محتاج انك تتحرك على الملف ده برضو بشكل جديد. هل ممكن يكون النادي الاهلي احد الانديه اللي ممكن تبادر بده؟ ده كل ده ممكن يبقى متاح، بس متاح لما القانون يسمح بده، يخليني انا افكر وان انا اتحرك ان انا اعمل مصانع رياضيه او اخد توكيلات خارجيه او ان انا اعمل ده. برضو ده نفس القصه، ان انا يبقى ليا مستشفى الرياضيين بتاعتي اللي ممكن تخدم النادي الاهلي وتخدم الانديه الاخرى وابقى انا سباق بده. كل ده الحقيقه كان محطوط في البرنامج بتاعنا، لما جينا نطبقه القانون الحقيقه للاسف بيعوق ده. فالنهارده احنا بنتحرك على ملف من الملفات دي ان شاء الله باذن الله خلال الفتره الجايه. معلش معالي الوزير اثقلت على معاليك، ولكن نقطه مهمه جدا، جماهير النادي الاهلي زعلانه. جماهير النادي الاهلي بتقول احنا ما بنعرفش نروح المباريات، احنا عملنا كرنيهات وما بنستخدمهاش، اداره المباريات مش فعاله. فعلا ان هنا اداره المباريات مظلومه، ولا جماهير الاهلي هي المقصره في عدم حضورها للمباريات، ولا في تعند مع جماهير النادي الاهلي في حضورها للمباريات؟ انا عارف ان الملف شائك وفي كواليس كتير، وحضرتك يعني شغال عليه بقالك فتره، ومجلس الاداره طبعا المحترم، فين الحقيقه؟ بص، خلينا نبقى برضو واضحين مع الناس.
يمكن انا تولت الملف ده قبل مباراه السيمي فاينل في مباراه السيمي فاينل لافريقيا، ويمكن الحمد لله عملنا نجحنا في الالتقاء بالعديد من القيادات المحترمه في وزاره الداخليه، وبدانا نشتغل على الملف بشكل اوضح. كان قبليها عشان برضو من يعني نبقى واضحين مع الناس، كان قبليها في لجنة دي خاصة لمناقشة الملف بتاع الجماهير، والحقيقة أجاد فيها المهندس خالد مرتجي وعمل تصور كامل الحقيقة باللجنة بتاعته واشتغل الحقيقة على الملف. يمكن بعد كده بعد أزمة كان مباراة منانا والمباراة اللي بعديها يمكن اتشكلت لجنة لإدارة المباريات، يمكن أنا موجود فيها رئيسها، ومعايا الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق، ومعايا الأستاذ إبراهيم الكفراوي كعضو مجلس إدارة، وبدأنا نشتغل على الملف ونرصده ونبتدي نحدده تمام عشان نبتدي نروح بملفات أوضح. طبعا المشكلة عندنا أن الجمهور لما بيدخل بتاعنا بيدخل مع الأعضاء مع شركات الرعاية مع كله الحياة بتحط في مكان واحد، وبالتالي أنت ما تضمنش مين اللي ممكن يكون بيصدر منه الخطأ، ممكن يبقى مش الجمهور، ممكن يكون حد جاي تبع مثلا الشركات اللي كانت بترعى، ممكن يكون حد جاي من أعضاء الجمعية العمومية أخطأ أو تجاوز، ممكن يكون حد جاي من الجمهور برضو أخطأ أو تجاوز، ممكن يكون حد اندس في وسطهم بشكل عام. فبدأنا إن احنا نشتغل على إن احنا طبعا القرار اللي كان طالع من لجنة الأندية بالتنسيق مع الجهات الأمنية إنه في 3000 واحد مسموح له بيه الدخول، من ضمنهم 1500 في 5000 واحد سوري مش 3000 5000 1500 منهم خاصين بوزارة الشباب والرياضة، في 500 خاصين بالفريق الضيف، ثم 3000 اللي هم خاصين بالأندية. في ماتشين او 3 ماتشات فعلا بالفعل كان في مشكلة واضحة جدا ما بين النادي وما بين الجهات الأمنية في جزئية اعتماد التذاكر. النادي الأهلي حابب ان الموضوع يبقى خاص بجماهيره مع اعضائه، ويمكن الجهات الأمنية كانت شايفة ان في التوقيت ده محتاج يبقى الكلام ده خاص باعضاء الجمعيه العموميه فقط. قدرنا ان احنا نوصل الى حلول ما بيننا وما بين الجهات الامنيه وبدانا نتحرك عليها. دلوقتي الحقيقه بقى مسموح للجماهير انها تحجز على السيستم، ومسموح للاعضاء برضو انها تخش من خلال برضو كارنيهات العضويه اللي بيتاخد منها برضو صور البطايق، يعني ما يتم مع الجمهور بيتم مع عضو الجمعيه العموميه بنفس الطريقه وبنفس الإجراءات. على فكرة احنا بقى رايحين لحاجة أهم الفترة الجاية عشان طالبين ان جماهيرنا تزيد، وخصوصا ان احنا عندنا مباريات أفريقية، فاحنا يمكن كنا باصين شوية لبعيد ان احنا محتاجين ان احنا نتحرك أسرع ما يمكن، لان احنا المرة دي بطولة أفريقيا مضغوطة وهتبقى من شهر 12 إلى شهر 5، وبالتالي لو ربنا أكرمنا ويسرنا الخير وكسبنا المباراة الجاية وبدأنا نتحرك بشكل أسرع هيبقى في عدد من المباريات خلال الفترة الجاية مهمة جدا بالنسبة لي، وأنا يهمني إن جمهور الأهلي يبقى موجود بكثافة كبيرة جدا. فبدأت أشتغل بسرعة على الملف. فيمكن النهاردة عندنا اجتماع، يمكن ده الاجتماع الثالث خلال أسبوع مع مندوبين من وزارة الدفاع الحقيقة وشركة فالكون وشركة اللي عملت البرنامج بتاعنا، ان ازاي نتأكد ان الشخص اللي حجز على السيستم بتاعنا يبقى هو نفس الشخص اللي دخل النادي، والفترة الجاية ازاي ان احنا نقعده في المكان اللي مسموح له انه يقعد فيه، يعني بالمعنى الادق ان المفروض اسمه كمان يبقى على الكرسي اللي هيقعد فيه. فاحنا بنتحرك على الملف ده بسرعة. طيب هنعمله ازاي وهننفذه ازاي؟ احنا بدأنا كان في حوالي الفترة اللي فاتت دي 11000 واحد كانوا مسجلين اسمائهم ما كانش طلع لهم كارنيهات، بدأنا نفعل طلوع الكارنيهات، قدرنا الحمد لله ان احنا نطلعها. المفروض ان هيتم التسليم بدءا من بكرة تباعا، ننتهي من التسليم كله اعتقد كله بكتير اسبوع ان شاء الله، احنا المولى هيتسلم من خلال فوري، هيبعت رسالة نصية لكل واحد طلع له الكارنيه بتاعه بالكامل، ويا ريت انا هبقى حابب ان حضراتكم ترصدوا ده عشان الناس تشوف والناس تستوعب ده ان احنا بنتحرك. هنفتح كمان السيستم للتسجيل، بدانا بالفعل فاتحينه خلاص دلوقتي، الناس ممكن تسجل دلوقتي عشان يطلع لها كارنيهات اهلاوي وكل الكلام ده عشان بياناتها تبقى موجوده عندنا تمام. خلال ده الفتره دي الجايه ان شاء الله لو ربنا اكرمنا ونجحنا في الاجتماع النهارده اللي هو بعد ساعه من دلوقتي ونجحنا ان احنا نوجد تصور نقدمه لمجلس اداره، هيبقى في اجهزه هتركب داخل البوابات الاستادات اللي احنا هنلعب عليها، الاجهزه دي متحركه عشان تتحرك معانا. المفروض ان الاجهزه دي فيها كاميرات بتاخد بصمه الوجه اللي هي الفيس ريكوجنيشن، وبتتعرف على ان الشخص ده هو اللي مسموح له بيه الدخول وهو اللي قطع التذكره ولا لا. طيب عشان نعمل الكلام ده الناس كانت بعت صور سكانينج محطوطه اللي هي السكانر مسحوب على سكانر ومبعوته للناس عشان تطلع كارنيهات، او الناس واخدها طبعها صوره فوتو عادي ومسلمها للنادي عشان يطلع لها كارنيهات.
هنحتاج الفتره الجايه ان احنا ناخد بصمه الوجه بتاعه الناس. عملنا تصور كامل لان احنا هننظمه مع شركه فوري اللي موجوده في كل انحاء الجمهوريه، ويبقى في اجهزه متوفره هناك، وهيطلع اعداد واضحه جدا، وهنقول من الرقم كذا الى الرقم كذا هياخد بصمه الوجه منه في الحته الفلانيه، ثم بعد كده بيتحمل على السيستم عندنا، ثم نبدا نشتغل. الكلام ده كله المفروض لو ربنا اكرمنا ووفقنا النهارده واعتمدنا التصور اللي متقدم بتكلفته ودخلناها المجلس الاداره وبدانا نشتغل عليها، المفروض انه يبقى خلال الفتره الجايه القريبه قوي يبقى بيطير الحركه، يبقى اول نادي في مصر طبق نظام الفيس ريكوجنيشن اللي هي البصمه. ولازم جمهورنا يبسط من ده ويسعد من ده. ليه؟ لان انت تملي انت اللي سباق، وتملي انت اللي بتتحرك، وتملي انت اللي بتشتغل على الافضل، انت بتتحرك على كل الملفات. فده النقطه اللي احنا لازم نستوعب. طيب جزئيات كمان ان احنا هنشوف الجماهير بتتحرك ازاي معانا، والاعضاء بتتحرك ازاي معانا، وخصوصا الاعضاء اللي موجوده كمان بتاخد التذاكر في المقصورة الأمامية، هيركب لها المفروض انها في حاجة زي البريسلس كده بتركب في الإيد، المفروض ان دي اوريدي متغطي الاستاد اللي احنا موجودين فيه بجي بي اس. المفروض الطبيعي ان احنا بمجرد ما بانترنت، بمجرد ما احنا الناس هتخش، هنتأكد ان الشخص ده اللي قطع التذكرة في الكرسي الفلاني هو اللي قاعد على المكان الفلاني، تمام. وبالتالي احنا كمان هنسجل مع قناة النادي الاهلي، وقناة النادي الاهلي هتلف في استاد اللي هنلعب فيه المباريات، وهتبتدي انها تسأل شخص الجمهور اسمك ايه وبطاقتك ايه، واستأذنك نبص على الكرسي نلاقي اسمك ورقمك ونشوف الكلام ده ونزيه على الهواء، ونخوض التجربة والجمهور يساعدنا فيها عشان نقدر نعمل حاجة كبيرة جدا، عشان نقدر الفترة الجاية نبقى مسموح لنا بدخول عدد جماهير اكبر. احنا متحركين على الملف بشكل علمي وبشكل سريع، في حاجات كتيرة جدا مبذولة للملف ده لزيادة عدد الجماهير، انما طبعا نرجو من الناس كلها انها كمان تساعدنا في طريقة الالتزام الكامل، في طريقة ان احنا ما تترفعش اي نوع من انواع اليافط اللي ممكن المفروض بتعمل لنا ازمة كبيرة جدا مع الداخلية، او تتكتب بلغة انجليزية علشان ممكن حد يقول ان احنا بنكلم ناس برا، لان هو ده النقطة اللي احنا بنتكلم عليها، ان ممكن واحد يغلط بيحمل الجماهير وبيحمل ادارة المباريات وادارة المجلس ادارة النادي الاهلي انه يبتدي يعيد الملف تاني من النقطة صفر، وده اللي احنا مش عايزينه. فأرجو من الناس الفترة الجاية انها تلتزم معانا وتتحرك معانا، وجمهور النادي الاهلي كبير. النهاردة احنا فاتحين على السيستم بقالنا فترة عدد مباريات، عدد الجمهور اللي بيحجز على السيستم مش كبير، تمام. في ناس منها خلينا نبقى واضحين ودغري، في ناس بتقول لك انا خايفة اروح الماتش يتقبض عليا، في ناس بتقول لك سوري مع احترامي، انا بقول لك اهو روح الماتش ومش هيتقبض عليك ولا الكلام ده كله، ادام انت دائما ملتزم. مش هيتقبض غير على حد مش ملتزم او حد تجاوز اللي هو سوري مثلا عشان يتحاسب، انما خلاف كده اي حد هيخش هيشجع النادي الاهلي ويخرج من النادي الاهلي الموضوع منتهي. طول ما انت معاك الكارت كمان نفسه بتاع اهلاوي اللي هو المفروض بيثبت ان انت بياناتك كمان كلها موجوده، ومعاك التذكره بتاعتك، فالملف مختلف تماما بالنسبه لنا. نفس الحدوته اللي في الصاله المغطاه اللي عندنا هنا اللي هي بيتحط السيستم كله هيتطبق عليها بكارت اهلاوي، وهيبقى كل مباراه بيتلزق اسم الشخص على الكرسي اللي بيتحرك فيه واللي المفروض ان شاء الله بتاع. فاحنا متحركين على الملف على فكره بشكل كبير كله، الحقيقة مجلس إدارة مهتم كله بالكامل بالملف بتاع الجماهير. إن شاء الله أحيانا المولى بس الخطوات تبقى سريعة الفترة الجاية وربنا يوفقنا. وأعتقد أن الجمهور بنسبة كبيرة بدأ يبقى شايف أنه في ناس موجودة، طبعا برضو الجزء بتاع وزارة الرياضة إحنا بقينا بنحطهم في مدرجات لوحدهم عشان لو صدر أي حاجة يبقى مسؤولية وزارة الرياضة، الجزء بتاع الرعاة بيتحطوا في مدرجات لوحدهم عشان برضو لو الراعي إدى تذكرة أو سوري محترمي كان فيها نوع من المجاملة أو إداها لحد، ده إداها لحد تاني بنفس المنطق وبنفس الطريقة، بيطلب منهم دلوقتي كله من كل الرعاة ان هم يسلموا للنادي الاهلي صورة من بطايق الناس كلها اللي موجودة برضو بارقام التذكرة بارقام التذاكر. وعلى فكرة يمكن هقولك على حاجة حلوة قوي، الماتش اللي فات ده اللي هو اللي خاص بافريقيا اللي اتلعب في برج العرب، احنا رصدنا 6 حالات، 6 حالات عرفنا ان هم داخلين بشكل مش مظبوط وبتذاكر مش مظبوطة، ورصدناهم وجبناهم، واخد بال حضرتك. وده ليه؟ لان الامن برضو بتاعنا دلوقتي احنا بنعمل له تدريبات بشكل مختلف برضو الافراد الامن، انه ازاي يبص على الحاجه، ازاي يرصد الحاجه بسرعه، ازاي يتحرك ده. فانت مش متحرك على الملف بشكل تقني فقط لا غير، انت متحرك على الملف هنا والملف هنا، تمام. واعتقد الناس خلال الفتره الجايه هتشوف ده بشكل طيب، ولما الجماهير ان شاء الله تملى الاستاد اعتقد الناس هتشكرنا. ممكن النهارده الناس تبقى زعلانه مننا، بس ممكن بكره الناس تشكرنا وتشيد بينا. المباراه الموجوده للنادي الاهلي في الدوري بعد مباراه جيما الاثيوبي يمكن هتكون مش مباراه النادي الاهلي، مباراه الانديه المنافسه. انا كمشجع اهلاوي من حق اخش المباراه ولا مش هعرف؟ لا، من حقك تخش، واحنا خطبنا اول حاجه يمكن اول مباراه هتبقى مع النادي الداخليه،
خطبنا نادي الداخلية وطلبنا شراء ال 500 تذكرة اللي هم مخصصين ليه، هتطلع على السيستم برضو بمجرد انتهاء المباراة الخاصة بأفريقيا هيتفتح السيستم بالليل عشان تبقى الناس برضو شايفانا ومستوعبة الكلام ده. هي ال 500 تذكرة هي بمجرد حجزهم هنطلع التيكتس بتاعتهم ان شاء الله بإذن الله على طول، فما عندناش اي مشكلة خالص. جميع المباريات بهذا الشكل ان شاء الله بإذن الله. النادي الاهلي بيشتري ال 500 ويطرحهم بنفس طبعا الاسعار لجمهوره. اتمنى من الناس انها تيجي واتمنى من الناس انها تشجع النادي الاهلي، محتاجين الجمهور بتاعنا الفتره الجايه ان شاء الله. بس الوزير انتوا مش سايبين حاجه للظروف، مش سايبين حاجه للصدفه، شغالين على جميع الملفات باقتدار ببروفيشنال. بص طبعا احنا الحقيقه بنشتغل في مجالات كتيره جدا جوه مجلس الاداره، مش كلها لازم تطلع للاعلام مره واحده، لانه هو ده طبيعه النادي الاهلي انه بيطلع الحاجه لما بتبدا تخلص وتنتهي وتشتغل. انما لازم الناس تبقى مستوعبه انه مجلس اداره بيتحرك فعلا. يمكن انا شايف حملات على الانترنت في تجاوزات، في ده مجلس ضعيف، مجلس ده مجلس بطيء، مجلس في خلافات، كلام الحياه هو جديد عن النادي الاهلي يبقى بهذا الشكل. يعني عمره مجلس اداره النادي الاهلي ما كان ضعيف، ولا عمره مجلس اداره النادي الاهلي كان بطيء، ولا عمره مجلس اداره النادي الاهلي مع احترامي كان بيبقى فيه خلافات. تمام، ممكن يبقى فيه اختلاف اراء، ده طبيعي، ده حاجه محترمه جدا وحاجه على فكره، وده طبيعي، ده طبيعي على فكره جدا، لانه ما ينفعش يبقى القرار موحد والا يبقى الفكر كله فكر واحد، وده ما ينفعش حتى. تمام، ده بل بالعكس، ده انت بتطلب تنوع المجالات في مجالس الادارات عشان يبقى فيه تنوع الاراء وعشان يبقى فيه الملف كله متغطي، فلازم بس نبقى يعني شايفين ده. الدنيا بتتحرك صدقوني للافضل، احنا بنشتغل بنبذل مجهود كبير كل اعضاء مجلس اداره، كل الناس كلها علاقتها ببعض طيبه جدا جدا للغايه، موجوده في كل الافرع، بتتحرك هنا بتتحرك هنا، بتتحرك على ملفات كبيره الفتره الجايه. يمكن في حاجه يمكن انا برضو مش هينفع ان انا اقولها دلوقتي برضو، بس دي يمكن خاصه باعضاء الجمعيه العموميه، هيعلن عنها قريبا ان شاء الله. هيبقى اول مره النادي الاهلي او يكون ان حاجه خاصه بالنادي الاهلي مش موجوده في ولا نادي في مصر، يبقى في مفاجاه الفترة الجاية لأعضاء الجمعية العمومية. ففي حاجات لأعضاء الجمعية العمومية، في حاجات لجماهير النادي الأهلي، في حاجات للاستثمارات بتاعت النادي الأهلي، في حاجات لماليات النادي الأهلي واقتصاد النادي الأهلي. انت عامل دراسة مالية ان شاء الله نحن المولى 2021 لو ربنا يسر لنا الخير ومشينا زي الخطة ما محطوطة، واخد بالك احنا بنتحرك في ارقام مالية تانية خالص للنادي الأهلي، وبالتالي هو ده الجزء الرئيسي اللي احنا بنتحرك عليه. الناس مش هتشوفه النهاردة، بس افتكروا المداخلة دي وافتكروا الحديث ده اللي كان مع الأستاذ شريف شعبان حضرتك، ان يكون في ايام تسترجع هذا الحديث وتفتكر كويس قوي ده، ونشوف الارقام اللي النادي الاهلي هيكون موجود فيها عامله ازاي، والنادي الاهلي هيبقى شكله عامل ازاي خلال الفتره الجايه.